اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى ندوتيه اليوم نتوقف فيها عند هذا التحذير الغربي الجديد من التغلغل الروسي في ليبيا ونتساءل ما موقع الجزائر. أكد وزراء خارجية مجموعة السبع وهي كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة وأمريكا التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها، مدينين بشدة ما سموها الأنشطة الخبيثة لروسيا في ليبيا والتي قالوا إنها تقوض سيادة ليبيا وأمن المنطقة، وطلبوا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب فورا من ليبيا. وقبل يوم من هذا البيان استقبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يحمل كذلك الجنسية الأمريكية نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكيروف والوفد المرافق له في مكتبه. وفي مقابل هذا التحذير للمجموعة التي تضم فرنسا، هاجمت صحيفة الخبر الجزائرية باريس التي قالت إنها توصلت إلى تفاهمات مع حفتر المنبوذ في الجزائر تفتح الباب أمام شركات فرنسية لوضع يدها على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا التي عانت كما تقول الخبر من ويلات حرب أهلية نتيجة إسقاط نظام القذافي الذي لعبت باريس دورا في إسقاطه وتصفيته كما تكتب الصحيفة. فما موقع الجزائر في هذه القصة المتشابكة بتشابكات علاقتها مع باريس وموسكو وتطورات الوضع في المنطقة مع ما يحدث في الساحل مثلا، وآخرها إنهاء تشاد تعاونها العسكري مع فرنسا، تشاد للمفارقة التي كانت دعمتها باريس في حربها مع الجارة ليبيا والتي أسر حفتر خلالها عندما كان ضابطا برتبة عقيد في جيش القذافي. ليبيا الدولة الغارقة في الصراعات منذ أكثر من عقد تجد نفسها اليوم في قلب تحركات إقليمية ودولية متسارعة، حيث تبرز مشاهد جديدة في لعبة النفوذ بين لقاءات دبلوماسية ومواقف غربية حازمة، بينما تغيب أدوار دول المنطقة في حسم مسار الأزمة. بداية من موسكو، حيث التقى نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكيروف المشير المتقاعد خليفة حفتر، لقاء يوحي بأن روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا التي تعد بوابة استراتيجية على المتوسط. يأتي هذا اللقاء في وقت حساس يثير التساؤلات حول أهداف الكرملين في ظل استمرار الاتهامات الغربية لروسيا باستخدام ليبيا كنقطة انطلاق لتحقيق طموحاتها الإقليمية. في المقابل أعلنت مجموعة السبع التزامها الواضح بدعم سيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وبالأخص تلك المنسوبة إلى روسيا، مواقف تعكس صراعا غربيا روسيا متجددا يدور هذه المرة في الساحة الليبية التي تشهد تنافسا محتدما بين القوى الكبرى على حساب استقرارها. وبينما يتصاعد هذا الصراع الدولي، يبقى دور دول الجوار لا سيما الجزائر غائبا أو على الأقل غير فعال. رغم العلاقات التاريخية والحدود المشتركة، تبدو الجزائر مترددة في لعب دور الوسيط أو الموازن في هذه الأزمة، غياب يفسر بأوضاع داخلية مشحونة وربما رؤية استراتيجية لا تتماشى مع تعقيدات المشهد الليبي. ويبقى السؤال مطروحا، ما هو مستقبل ليبيا والمنطقة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض المعروف بمواقفه غير التقليدية؟ قد يكون لذلك تأثير كبير على التوازنات القائمة وربما يعيد تشكيل التحالفات والتوجهات في منطقة شمال أفريقيا بالكامل. بين التحركات الروسية والمواقف الغربية وغياب دور دول المنطقة، تبدو ليبيا اليوم مسرحا مفتوحا لمختلف السيناريوهات. فهل ستشهد البلاد حلا ينهي معاناة شعبها، أم أن لعبة النفوذ ستطيل أمد الأزمة وتوسع تداعياتها على المنطقة؟ معنا في النقاش في الاستوديو الدكتور أحمد معيوف الأكاديمي الليبي عبر خدمة سكايب من تونس، البشير الجويني الباحث في العلاقات الدولية،
ومن كييف رمضان أوراغ الباحث الجزائري مدير مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. نبدأ معك دكتور أحمد معيوف، ما الذي يحدث بهذه التشابكات؟ نعم. المجموعة السبع تحذر مرة أخرى تحذير غربي جديد من التغلغل الروسي في ليبيا، يأتي ذلك بعد يوم من استقبال ولقاء وزير نائب وزير الدفاع الروسي مع خليفة حفتر. نعم، تحياتي لك سيد جمال وللضيوف الكرام. هو طبعا لما تسمع البيانات هذه اللي تطلع من الدول الغربية كلها تتشابه في مضمونها، ولكن على الجانب العملي الحقيقة لا قيمة لها. يعني وهذه شفناها خلال الأزمة اللي تمر بها ليبيا من في خلال العشر سنوات الأخيرة. بالعكس، هي ربما ساهمت في بعض الإشكاليات اللي حدثت في ليبيا. يعني مثلا دور فرنسا واضح جدا في دعم الحرب في ليبيا وفي مساندة فصيل ضد آخر ومخالفة حتى الأعراف الدولية، لأن فرنسا كانت تعترف بحكومة الوحدة، بحكومة الوفاق وبالاتفاق السياسي، ومع هذا ساعدت حفتر على القيام بحرب ضد طرابلس. فالتناقض في المواقف الدول الغربية الحقيقة لا يسمح أن نقول بأن نأخذ يعني بياناتها بمحمل الجد. طبعا فرنسا أيضا التي لعبت دورا في إسقاط نظام القذافي، وبالعكس تحديد مكانه قبل تصفيته. يعني لا تحمل فرنسا كل المشكلية في هذا الأمر، لأن إصدار قرار أممي في هذا الأمر، وهذا موضوع يختلف. يعني مثلا حرب العراق تختلف باعتبار حرب العراق كانت حرب أمريكية بريطانية على نظام صدام حسين، لكن في ليبيا الثورة كانت من بتفويض أممي. إيه، كانت من الأسباب اللي جعلت الأمم المتحدة تعطي تفويض لدول الغرب بمهاجمة النظام القذافي. فالموضوعين يختلفوا، قد نختلف ولكن المجرى الذي حدث به التدخل الغربي في ليبيا، ولم يتم التدخل الغربي عن طريق قدم الجنود على الأرض. يعني هي عمليات لدرجة كبيرة جدا، هي عمليات جراحية محددة استهدفت قوات النظام اللي كان يحكم ليبيا وانتهت. فهذا من هذه الناحية الحقيقة لا تحمل دولة دون أخرى عن هذه المسؤولية، وإنما طبعا بعض الدول تسارع لأن تتخذ هذه القرار كمبرر لتدخلها زي فرنسا باعتبار الخلاف اللي كان موجود بين معمر القذافي وبين الرئيس السابق ساركوزي. وطبعا هي كانت علاقة بيناتهم علاقة ودية، واتهامات لساركوزي بتلقي أموال. نعم، وهذا الأمر لدعم حملته الرئاسية. نعم، هذا الأمر أكد أكثر من مرة. فالعلاقة كانت بيناتهم ودية، وبعدين صار خلاف. الخلاف أدى إلى مسارة فرنسا لإسقاط النظام الليبي ولا يقاتل معمر القذافي. فهذه أمور نتفق فيها، هذه بالناحية بالمجمل. ولكن أعود مرة أخرى وأقول أن البيانات التي تصدر عن هذه الدول الحقيقة لا تحمل، هي مجرد طيب. واجهة لمضامين غير معروفة. ولكن الرابط الأكبر بها بين هذه الدول وأقوى هذه الدول مجموعة السبع هي الولايات المتحدة. نعم، خليفة حفتر مواطن أمريكي. نعم، وهنا ربما المفارقة. يعني أنت تفضلت على أساس ذكرت مثلا زيارة نائب وزير الخارجية الدفاع عن روسيا لليبيا، هذه الزيارة ذكرت أكثر مرة. لكن بالمقابل في نفس الأسبوع المبعوث الأمريكي كان في سبها مع ابن حفتر في زيارة لمنطقة سبها بدواعي تعمير المنطقة وتحسين البنية التحتية باعتبارها منطقة مهمشة، وأيضا تقع في الحدود التي تحدث فيها الجرائم المنظمة، تهريب البشر وما إلى ذلك. فإذا الحقيقة الأمر في علاقة حفتر وعائلة حفتر تحديدا، لأن حفتر هو عائلة وليس فرد الآن. يعني حفتر توزيع أدوار؟ توزيع أدوار لأبنائه. يعني علاقات أبناء حفتر تختلف مع القوة الدولية اللي موجودة، وبالتالي من الصعب أن نقول أن حفتر يعني موالي لدولة دون أخرى أو منحاز لدولة دون أخرى. الحقيقة الدول المتصارعة في الملف الليبي جميعها الحقيقة تسند حفتر. أقوى دول في مجلس الأمن هما فرنسا وروسيا وأمريكا يساندوا حفتر. ولكن صراحة حفتر القوة العسكرية التي استعملها حفتر وما زالت ميليشيا الفاغنر في ليبيا هي التي كانت القوة الضاربة، والتي حاول بها حتى
غزو طرابلس. نعم، ولكن روسيا لم تقدم هذه القوة لحفتر من أجل حفتر، وإنما قدمتها لتكون نواة لقوة عسكرية تسعى لإنشاءها اللي يسموها الفيلق الأفريقي. وليبيا إن لم تكن قاعدة لهذا الفيلق فهي معبر لهذه القوة للجنوب الأفريقي لجنوب الصحراء. هذا يقودني إلى إليك رمضان ورق، طبعا وأنت متابع كذلك وتقرأ بالروسية. روسيا ما أبعاد ما تصفه القوى الغربية تغلغلها في ليبيا؟ فاغنر الآن الحديث في المقابل عن تغلغل روسي حتى في المنطقة في عبر ليبيا إلى الساحل، وهي موجودة أيضا في مالي، في النيجر، بوركينا فاسو، وحديث حتى عن مخاوف غربية من استعمال قطاع الغاز والطاقة عموما كسلاح كذلك. هي التي خسرت هذه الورقة مع غزوها لأوكرانيا، استعماله في ليبيا في جنوب البحر المتوسط جنوب أوروبا. أشكركم استضافة والشكر للضيفين الاثنين وللمتابعين. طبعا يجب أن نتكلم مع الجمهور بلغة بسيطة احتراما للجمهور. من يتحكم في العالم هي الشركات العابقة في القارات ورؤوس الأموال، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي خططت بدماء الشعوب. إذن بخصوص روسيا والصين ودول أخرى حتى تركيا، هي تقع في اتفاقية ضمنية بخصوص تقاسم الموروث، الموروث الذي أتى مما بعد الحرب الباردة وسقوط المنظومة السوفيتية، إعادة حل المسائل والحصص والقوطة من جديد. هل تعتبرون أن روسيا تذهب بالفاغنر للعمق الإفريقي في المناطق التي تتواجد فيها الثروات الطبيعية دون توافق ودون دراسة ودون يعني بقياد ضمنية مع حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة؟ طبعا لا، كل شيء مطروح وفيه اتفاقيات هناك طبعا، ولكن يعني أستسمحك هنا، يعني الذي يسمع هذا الكلام هو بدمنهم أنا لا يبدو له كلام مستساغ، أنه الغرب يسمح لروسيا التمدد في ليبيا وفي المنطقة، يعني لا يبدو كلاما مستساغا، يعني صراعات كبيرة ولما لا؟ بالعكس، إذا كانت هناك مصالح لما لا يحصل عليها الغرب؟ لماذا يترك بوتين وروسيا ليستفيدوا بهذا؟ الشركات الروسية التي تتاجر بالغاز والنفط كذلك لها امتداد لصفقات أخرى، هي جزء لا يتجزأ من منظومة التجارة الدولية. يعني هناك شركات غربية أطلسية تساعد شركات روسية للالتفاف على العقوبات، وتستعمل هنا دول وظيفية مثل الإمارات، مثل تركيا، مثل دول من آسيا الوسطى. لكن من أجل تثبيت هذه الاتفاقيات، أنا أتفق معك على حصص، ولكن إذا رأيت أنك ضعيفا أو لديك مسائل عالقة أو شائكة في مناطق، سأستعمل القوة وأستعمل الظرف التاريخي والظرف الجغرافي لأضغط عليك وأتحصل على ما يعرف بالدلتا، بالقيمة التي أريد أن أخذ منه، وهذا يفسر الحروب ويفسر الاضطرابات التي نشهدها على الساحة الدولية. الرأس المال هو واحد، يعني مثل ما يعرف بمحيط، وهو الذي يملأ كل الفراغات ويملأ كل المشاريع. ولكن المسألة في توزيع هذه الحصص، هناك شركات دولية عبر القارات وتستعمل الدول الوظيفية بما فيها روسيا الاتحادية، هي دولة وظيفية مثل الدولة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية. فقط هذه الأمور يجب أن تفهم. طيب، ولكن ضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد معيوف كان يحرك رأسه لا يوافق على هذا الكلام، لماذا دكتور؟ لأن لدي قضية فقط. طيب، خلينا نسمع رأي الدكتور وعود إليك. رمضان ورق، حقيقة الأمر في مجمله غير واضح، لأن بالفعل أن تسمح أمريكا لروسيا بأن تدخل الأراضي الليبية وتصبح ليبيا بوابة للعمق الأفريقي أمر صعب استيعابه. في نفس الوقت هذا الأمر موجود على الأرض
فما هي التفسيرات المنطقية لهذا الأمر؟ لا تجد تفسير حقيقي يعني تفسير لهذا الأمر. لماذا لم تستهدف أمريكا الوجود الروسي؟ لماذا لا تمنع؟ لا هي لا تستهدف. لم تمنعه من البداية، يعني بداية الدخول الروسي لليبيا. يعني كيف سمحت لمواطنها مثلا حفتر أنه يستعين بالفاغنر مثلا؟ في هذا الأمر هناك بعض التفسيرات تقول بأن حفتر يتمها مع الأمريكان في قضية محاربة الإرهاب. للأسف الإرهاب أصبح شعار يرفع حين الحاجة إليه وليس حين ما يحدث الإرهاب نفسه. حتى في البيان مع استقباله لقائه مع الوزير نائب وزير الدفاع الروسي دائماً. قيل على أساس أنه تم بحث موضوع محاربة الإرهاب. دائما تكثر نفس الحكاية هذه، ولهذا الإرهاب أصبح كذبة كبيرة يعني يشار إليه أو يستخدم حينما هناك حاجة لاستخدامه وليس حينما هناك ضرورة لمحاربته. ولهذا أصبح المبرر للتدخل الدول هذه في أي وقت وارد. يعني بغضوة تقول مثلا في الجزائر في إرهاب، تجي دولة تخش في الموضوع. الموضوع شائك الحقيقة في علاقة روسيا وأمريكا بالأرض الليبية، يعني في تقدير، يعني ما عنديش لي تحليل مباشر يعني محدد ممكن يفصل في هذه المسألة، ولم أرى تحليل يشير إلى هذه المنطقة بشكل مقنع. يعني فالعلاقة فيها الكثير من الجدلية. يعني أعود إليك رمضان أوراق. نعم، طبعا أنت طرحك أنه يعني هناك يعني تواطؤ ما لسماح لي دور ليبي، دور موسكو ودور روسي بالأحرى في ليبيا. موسكو هل لديها فعلا القدرة للتأثير؟ هي التي تواجه ما تواجهه في أوكرانيا تأثير في ليبيا، ما أنها فعلا تؤثر وتتمدد يعني بالوقائع. حقيقة لدى روسيا الاتحادية إمكانية للتوافق والحصول على المكاسب، ولكن بمساعدة ضمنية مع الخصم. يعني المسألة مثل ما يسمى الوعاء، من جهة يعني ارتفاع ومن جهة أخرى يعني ينخفض. مسألة التوازنات، أنا أتكلم من منطق الذي أقرأه باللغة الروسية وأتعامل مع الخبراء الروس والأوكران والبيلاروسيين. يعني ثقافتي ليست بطلس، ولكن أرى من العمق ما يحدث. مثلا أن كل هذا، هناك مثال روسي يقول أن الغراب لا يبقى عين الغراب الآخر، هم سيتفقان على كيف سيقتسمان هذه المكاسب. المسألة الكل مجتمع ضد ما يعرف بالإرهاب. الإرهاب، الدول الإرهاب الإسلامي كما يقولون، هي عبارة عن آلية وظيفية تستغل وتستعمل عند الحاجة. يعني هذا من أجل الإعلام ومن أجل إقناع ما يعرف في المجتمع المدني والدول التي تقع تحت هذه المطرقة. الكل متفق على شغلة أو على ملف مهم، هو عدم نهوض للأمة الإسلامية. لأن وعد الخلافة الإسلامية والمنظومة الإسلامية كان بسايكس بيكو، ولا روسيا تقبل بنهوض هذه الورقة، ولا الغرب الأطلسي المستعمر المستدمر لنا يقبل بذلك. المسألة هي تقاسم أدوار، ليس إلا روسيا الاتحادية مع الصين ومع دول أخرى هي الضربة دولة يعني محور أصبح خطيرا على الولايات المتحدة. ونفس الشيء التحرك للولايات المتحدة في العمق الأوكراني مثلا، أو في آسيا الوسطى، أو حتى في الشرق الأوسط. ترون ما يحصل الآن بالشام أو بسوريا، مسألة أن عبارة عن ورشة انطلقت مثل البركان، ستبدأ وثم تبرد وينتج ما يعرف بالمنتظم العالمي الجديد. طيب، الخطر فقط في نهوض العالم العربي الإسلامي بمشروعه التاريخي، ولن يسمحوا بذلك. هنا أظن موضوع الحصة، لماذا الجزائر وليبيا؟ طيب، سنأتي إلى الجزائر، سنأتي إلى المحور إلى الجزائر، لكن دعنا نذهب إلى تونس. أستاذ بشير الجويني، كيف ينظر الأمور في تونس؟ تونس المفارقة قبل أشهر كان هناك قلق أوروبي من ما اعتبرت علاقات متنامية أيضا لتونس مع روسيا، وكان هناك حتى حديث عن طائرات روسية في تونس، وكانت قصة كبيرة، بينما قلل كثيرون منها واعتبروها لعبا كذلك، سواء في تونس وبشكل خاص في تونس وربما في موسكو على الغرب، يعني محاولة ملاعبة الغرب
بكل ما في ذلك من تناقضات. مساء الخير، تحياتي لكل المشاهدين والضيوف الكرام. طبعا الحديث اعتقد انه فيه اقدار من التبسيط، انه بدايه باش نعلق على ما تم الحديث فيه من الضيفين الكريمين. اعتقد انه بين هذا الراي الاول والراي الثاني هناك منطقه وسط قد تكون ممكن ان نتحرك داخلها، انه المساله مقتصره فقط على الولايات المتحده الامريكيه وروسيا وهذه القوى الكبرى فقط. اعتقد انه هذا فيه بعض التدقيق. ايضا انه المساله في ليبيا متعلقه فقط باللاعبين الداخليين، هذا ايضا نحمل اللاعبين الداخليين اكثر مما يطيقون، ففيه من هذا وذاك، لانه الوضع في ليبيا معقد، الوضع مركب، سي كومبليكي، معناها فما مساله التركيب، انه فقط اللاعبين الدوليين غير قادرين على فرض كل شيء لاشياء كثيره. خلينا نتحدثوا، ذكرتوا مساله الجماعات العنيفه والطرفه، ولكن خلينا نقول مساله الهجرة أيضا، مسألة مراقبة الحدود، مسألة الأمن بأبعاده الكبرى، هذه مش متعلقة فقط بالجانب الداخلي، متعلقة أيضا بالجانب الخارجي. أيضا دول الجوار مهم جدا الحديث عليهم، خاصة في ظل الاستراتيجية والديناميكية التي رأيناها في الفترة الأخيرة، خاصة بين ليبيا والجزائر وتونس. البعض قرأها في أنها موجهة نحو أطراف أخرى، البعض آخر قرأها في أنها مرحلة أولى في اتجاه إيجاد دفع إيجابي ل خلينا نقول الاتحاد المغاربي أو البناء أو هذا الجسم اللي البعض يصفه بأنه في حالة موت سريري منذ التسعينات. في كل هذا أعتقد أنه هناك ثلاث عناصر رئيسية. أولا أنه هناك وعي من كل الأطراف أو جل خلينا نقول أطراف داخل ليبيا أنه لا يمكن فض ما يحدث في ليبيا بقوة السلاح وبالتناسب، لأنه جربت في 2014 2019 في غيرها، جرب الاستقباب الأجنبي، جربت الفيالق الأجنبية من الشرق ومن الغرب، وتبين أنه ليس بإمكان أحد أنه يحسم المسألة بشكل، هذا أولا. ثانيا هناك مزاج عام، وأنا الحقيقة دائما ما أقول أنه هذا فيه مؤشرات، المزاج العام داخل ليبيا لم يعد يشجع على هذه الحرب الشاملة الكل ضد الكل. هناك شكل من الأشكال، صحيح أن هناك التقسيمات، هناك انقسام عمودي بين السلطتين، ولكن أيضا هناك ما يعبر عنه بالتنافس بين السلطتين الحاكمتين شرقا وغربا على تقديم مؤشرات استقرار وتنمية. البعض يقول أنها مش مستدامة، البعض الآخر يقول أنها مجرد رولوكاج ومكياج، ولكن في كل الحالات خلينا نقول بأن هناك على الأرض أشياء قاعدة بصدد الحضور في ليبيا. النقطة الأخيرة والثالثة أختم بها، أنه تحدثت والحديث قبلي كان حول الدول، ولكن فيه إشارات إلى، وأنا سأفصل في هذا القليل معناها النصف دقيقة، مسألة اللاعبين من غير الدول non actor states، لأنه هذا مهم جدا الإشارة ليه لما تحدث على إيني ولا على توتال ولا على ريبسول ولا على غيرها من الشركات النفطية، وطبعا الشركات الأخرى متعددة الجنسيات اللي في غير المجال النفطي، ولكن أساس هذا إذا كان حدث على ليبيا، هي من الفاعلين ومن الفواعل في غير من غير الدول، وجزء كبير من السياسة الخارجية لهذه الدول سواء أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة أو روسيا يعني يصاغ وفقا لهذه التوجهات، هذه الشركات، هذه الشركات شركات كبرى، شركات تشتغل على عشريات أو أكثر، وشركات لا تدخل إلى مجالات إلا ما دام عندها حد أدنى من الضمانات. هل أن روسيا تتحرك بقطع النظر ولا بمعناها بغير ضوء أخضر أمريكي أو بضوء أخضر أمريكي، كيف أعتقد أنه مسألة فيها أقدار من عدم الوضوح حتى لا أقول شيء آخر. ولكن لو كان لكل المجتمع الدولي باستثناء روسيا وحلفائها الرغبة وبين قوسين أيضا القدرة على إخراج ليبيا، سواء من إخراج روسيا عفوا، سواء من ليبيا أو من أفريقيا الوسطى أو من السودان أو من موزمبيق أو غيرها من البلدان اللي كان فيها فاغنر ثم الفيلق الروسي، لا تم القيام بذلك. طيب، هل أنه ما يعبر عنه بهذا بمسمار جحا اللي معناها يبقى معلق في جسد هذه القارة وفي أماكن أخرى من العالم، في أمريكا اللاتينية وفي غيرها، أيضا هذا رأي فيه قدر من الوجهة. ولكن في كل الحالات، وأختم بهذا حتى لا أطيل أكثر مما أطلت، بأنه العامل الخارجي في ليبيا كان دائما مؤثرا، وهذا ما نقولوش في 2011، من الخمسينات استقلال ليبيا مع المبعوث الأممي أو المبعوث الأممي
الهولندي أدريان بيلت، مرورا بمختلف المبعوثين الأمميين يعني من 2011 رعد مرورا بكل الجنسيات التي مرت على ليبيا من السلجاني إلى الألماني إلى الإسباني. والتأثير ربما الأمريكي. نضيف له التأثير طبعا السوفيتي، موسكو روسيا في النهاية ورثت الاتحاد السوفيتي تأثيرها في ليبيا في عهد القذافي. كنت تشير إلى عامل شركات النفط، اللافت أنه موقع واحد من أكبر المواقع المختصة في صناعة النفط موقع أويل برايس الأمريكي يتحدث عن مخاوف غربية من تسليح روسيا بتغلغلها وسيطرتها حتى على منابع النفط في ليبيا على هذه الصناعة واستعمالها في مناكفاتها مع الغرب. ما رأيك فيها؟ بعض المصادر تفيد بأنه الوجود الروسي في الجنوب ليس وجودا منها مخصصا ولا يعني الغاية منه فقط يعني التحكم في أماكن، ولكن بعض المصادر تفيد بأنه موش قريب، موش بعيد على المصافي النفطية أو موش بعيد على أبار إنتاج النفط، على مواطن إنتاج النفط. بعض المصادر الأخرى تتحدث الإعلامية يعني سواء الغربية ولا غيرها تتحدث على أنه هناك مد لخنادق ولقنوات، وكل هذا أعتقد ليس ببعيد عما كنا نتحدث عليه. ولكن خليني نقطة أخرى أقول أنه رغم قرب روسيا ورغم أنه جزء كبير من ترسانة السلاح الليبية، ما البعض قد يحسب لنظام القذافي هو أنه لم يتم تمكين ليبيا من موطئ قدم دائم في جنوب المتوسط على السواحل الليبية الممتدة. هذا البعض قد يرد إلى حسابات استراتيجية، البعض قد يرد إلى خطوط حمراء أوروبية سواء مع نظام القذافي أو ما قبله أو ما بعده، ولكن نحن أمام فاكت وأنه روسيا لم يكن لها على مدى التاريخ الليبي موطئ قدم دائم مثل ما عنا في طرطوس وغيرها من الأماكن، خاصة في إفريقيا حتى على موزمبيق ولا غيرها من الدول موطن قدم دائم. هل أنه ما يحصل في جنوب ليبيا هو هذا الموطئ؟ أعتقد أنه هذا يعني استفسار برسم السؤال يبقى معلق إلى حدود الفترة. هذا السؤال يفرض نفسه دكتور أحمد معيوف. طبعا في تشابكات المشهد المفارقة أنه فرنسا عضو في مجموعة السبعة التي تحذر من التغلغل الروسي، حفتر يلتقي بنائب وزير الدفاع الروسي بالتزامن تقريبا. نعم. فرنسا تدعم حفتر كما كنت تشير. ليبيا طبعا قريبة من الساحل وموسكو تتغلغل كذلك في الساحل، وبالعكس على حساب فرنسا التي يتآكل نفوذها. وآخر ضربة لفرنسا هو إنهاء تشاد اتفاقها وتعاونها العسكري مع فرنسا. طبعا الرابط في التاريخ أيضا أن تشاد كانت لها حرب مع ليبيا أسر فيها عندما كان عقيدا حفتر، وفرنسا كانت تدعم تشاد حينها. يعني تشابكات كثيرة. نعم، لا هو قلت لك ملف ليبيا الحقيقة خلى العديد من الأسئلة تحتاج إلى إجابات، لأن هو في النهاية يجب أن نرى إلى أي قضية من ناحية عدة جوانب. مثلا لما تجي لدولة، ما هي أهم الأسباب التي تجعل هناك اهتمام بهذه الدولة؟ أنا في تقديري ثلاث ملفات رئيسية. أول ملف هو الوضع الجغرافي لهذه الدولة، يعني الجغرافيا الحقيقة لها أهمية كبيرة جدا في الأمر هذا. الأمر الثاني الموارد الاقتصادية للدولة، والأمر الثالث النظام السياسي الحاكم. فهذا التلوث الحقيقة هو اللي يخلي ممكن يحجم أو يزيد من التدخل السافر الخارجي في هذه الدول. طبعا دولة زي ليبيا تمتلك خاصيتين قويتين، اللي هي الاقتصاد، يعني دولة واعدة من ناحية المواد الاقتصادية اللي فيها بترول، غاز صخري، بترول صخري يقال أن في مناجم كبيرة جدا من الذهب واليورانيوم. وهذا ما تشير إليه. نعم. ما يشير إليه موقع أويل برايس، وأنه روسيا تريد ربما. نعم. أيضا. نعم. وضع يدها على هذه المناجم، وهذه. نعم. المناجم مثلا الحدود بين تشاد وليبيا عندما كانت حرب كان هناك حديث أيضا، لأنه فيه
مناجم هناك وفيه خيرات هناك. نعم، فهذه الأمور تخليها طبعا مغرية للتدخل في غياب النظام السياسي اللي ممكن يحمي سيادة الدولة. التشدي اللي موجود في ليبيا الحقيقة وطمع القادة السياسيين موجودين الآن، وممكن السيد بشير لم يشير إلى قضية الإرادة المحلية، إرادة السياسيين في ليبيا، إرادة السياسيين غائبة جدا. ولو كانت هناك إرادة من السياسيين في ليبيا يصبح للبعد المحلي دوره الكبير جدا في تحريك الأزمة والوصول بها إلى حلول، لكن الغيابة الإرادة عند الداخل لأسباب كثيرة جدا. الحقيقة الآن لما تشوف مثلا التقارير الأخيرة لديوان المحاسبة كان لا توجد مؤسسة في ليبيا غير داخلة في عملية الفساد، وبالتالي سقوط الدولة بشكلها الحالي وقيام دولة حقيقية سيجعل كل موجودين في الساحة الليبية رهن المحاسبة ورهن القضاء. طبعا هذا الأمر يخليهم يفرضوا وجودهم بشكل موجود عليه ويستبعدوا أي حلول، وبالتالي الإرادة الليبية الإرادة الوطنية في إيجاد الحل معدومة، ولهذا أصبحت مدخل كبير جدا للتدخل الأجنبي. لكن ما زال السؤال مثلا هذه الدول السبعة التي تتحدث عنها وفرنسا ضمنها، يعني هم يتحدثوا عن التدخل الأجنبي في ليبيا لكن هم أيضا متدخلين، فأنت لا تستطيع أن تكل بمكيالين في مواضيع كهذه. أنت ترفض الوجود الروسي لخلاف بينك بين الدول هذه وبين روسيا وليس لمصلحة ليبيا، ولهذه نقطة من النقاط التي الحقيقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هذا البيان لا يخدم القضية الليبية لأنك أنت موجود متدخل في الأزمة الليبية ومسبب لعرقلة الوصول إلى حلول، فإذا دعوتك لا معنى لها. وفي هذا السياق عود إلى الجزائر الآن رمضان الأوراق، وفي المقابل طبعا على خلفية تصعيد الصراع بين الأزمة بين الجزائر وفرنسا ووجه من وجوهها قضية بوعلام صنصال مثلا، هناك انتشاء في الإعلام الجزائري من ما اعتبر انتكاسة أخرى لفرنسا في تشاد، وهجوم كذلك على فرنسا وعلاقتها بحفتر المغضوب عليه المنبوذ كذلك في الجزائر. يعني كيف يمكن أن نضع هذا كذلك هذا البعد في سياق نقاشنا؟ طبعا هذا ملف متشعب، وأنا أوافق الطيفين في الطرح الذي سمعته منهما وهو طرح منطقي علمي ويتوافق ويتماهى مع ما قلت. خصوص الجزائر، من مصلحة الجزائر أن تبني علاقات متينة مع الشعب الليبي ومع القوى الحية البناءة للتصدي للتحديات الخارجية، ولكن للأسف الشديد ما ذكر الضيف بالاستوديو أن الغرب والشرق لا يكترث في ما يحصل على الساحة، وكلما تشتت الأمر وكلما كثرت الأصوات وكثرت النزاعات كان ذلك أحسن، إن التربة مفتتة ممكن التوغل بها واستغلالها واستعمالها لمصالحها الاستراتيجية. على الجزائر أن تحرك الدبلوماسية المغاربية بغض النظر عن الخلافات البينية. في هذه الحالة ممكن أن نتصدى للمشاريع الاستعمارية الحديثة سواء روسيا، الصين، الغرب، لا يهم، أو أي دولة أخرى. فأنتم ذكرتم العلاقة البينية مع فرنسا، طبعا علاقتنا مع فرنسا علاقة تاريخية وهي مديونة للشعب الجزائري لجرائمها التاريخية. أنا لا أريد أن أخذ هذا الملف، ولكن علينا أن نتعامل بعقلانية، علينا أن نؤسس لمنصة مغاربية ونناقش المشاكل المشتركة، لأن المستثمر الغربي عندما يفتت ليبيا غدا سيفتت الجزائر، والسيناريوهات مطروحة، الانفصالية والجهوية والفساد، هذا واضح، لأن ما يحصل في ليبيا هو ينتظرنا مستقبلا إن لم نقم بالتوخي بهذا الأمر و التسلح بالعقلانية وما يعرف المصل التاريخي، لأن احنا كجزائريين حصلنا على استقلالنا بثورة ويعني بحرب يعني مع هذه الدول. الحلف الشمال الأطلسي أتى لمساعدة فرنسا فتعرف نفسي مسألتنا مع الصليبيين الغربيين. فإجابة على السؤال، علينا أولا لن تكون منصة موحدة مغاربية بدون شرعية محلية،
علينا أولا أن نبني الدول، تكون هناك شرعية سياسية لتلك الأنظمة السياسية أو المنصات السياسية التي تجابه العدو أو تجابه الاستعمار الخارجي. نحن إلى حد الآن لم نبني الدول بالأسس المعنوية والأسس الدستورية التي يجب أن تكون. طيب، وفي هذا السياق، في هذا السياق رمضان الأوراق، في هذا السياق عطفا على ليبيا دكتور، بيان مجموعة السبع يتحدث أنه يرحب بما حدث توافق على تعيين، طبعا كانت أزمة، محافظ بنك ليبيا المركزي، وأيضا دعم جهود الأمم المتحدة، وأمل في أن هذا التوافق يفضي إلى العودة إلى انتخابات وإلى عملية سياسية تفضي إلى انتخابات فعلية، يعني يجتمع حولها الليبيون. يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ هو لو أرادوا، أنا قلت لك هي الإرادة المحلية غائبة كما تفضلت، هذه دائما أشير لهذه النقطة، والإرادة الغربية أيضا مش موجودة في الحل. لكن لاحظنا الحقيقة، أعتقد أن قضية المصرف لم تكن نتاج إنجاز ليبي صرف، هي إنجاز ليبي بإيحاء ودفع من أمريكا تحديدا. يعني أعتقد أني ما عنديش بالكثير من الشك في أن أمريكا كانت وراء هذا الحدث لأسباب لا أدركها الآن، لكن هذا الأمر موجود، لأن هناك دائما الحديث عن ترتيبات مالية في ليبيا قبل أن تحدث أزمة المصرف، وحدثت أزمة المصرف وحلت بطريقة لم يتوقعها أفضل الليبيين تتفاؤل. إذن هناك قوة، يعني القوة الخارجية تستطيع أن تفعل الكثير إن أرادت، ولكن هذه الدول لا تريد، لأن لا تهمها قضية، طالما مصالحها تتحقق بالشكل اللي موجود الآن عن طريق ملفات الإعمار والطاقة والحد من الهجرة، فخلاص ما عندهاش أي قضية ممكن تهمها، لأن الدول الحقيقة تبحث عن مصالحها، وإحنا لا نعرف مصلحتنا كدولة. وهذا يقودني على ذكر المصالح، بدأ في المقابل أنه العلاقة مع الجزائر علاقات أكبر مع موسكو، علاقات أكبر من المصالح وصفقات السلاح، ولكن أيضا العلاقات الجزائرية الروسية ليست كما على ما يرام رمضان أوراق، يعني في المقابل، وأيضا التغلغل الروسي الذي في البداية تم الترحيب به نكاية في فرنسا في الساحل الآن يثير القلق في الجزائر مع هذا الوجود الروسي على بعد أمطار، وحتى القصف الروسي على بعد أمطار من الحدود الجزائرية في ماليا. نعم، أنتم على حق، للمستعمر ليس له لون، ياسر المستعمر هو المستعمر بكل قوانين الطبيعة الجيوستراتيجية. الجزائر هي دولة مستهدفة كذلك مثل كل يعني شقيقاتها في المصير التاريخي، فروسيا تحاول أن تجد لها جيبا أو ثغرة في المنظومة السياسية وتحرك ذلك من أجل السيطرة، وكذلك الغرب والحلف الشمال الأطلسي يجد هذه الطارة ويجد هذه الأجنحة ويستغلها، وتبدأ عملية المساومة وعملية الطرح والجمع على حساب مستقبل الأجيال، على حساب استقرار المنظومة السياسية، وعلى حساب بناء الدولة الوطنية. فروسيا لها شيوخ في الجزائر وللحلف الشمال الأطلسي كذلك، وهذا الشيء الذي يترجم في أن فيها أو شخص لا يحبب السياسة الروسية والعكس. علينا أن نتعلم في بناء الدولة انطلاقا من ثقافة الشرعية السياسية، ثقافة الديمقراطية، طبعا الديمقراطية الحقيقية في إطار مبادئنا الإسلامية، وأنا أعتز بذلك. ثم ذكرتم أن ليس هناك وفاق بين الجزائر وروسيا أحيانا، طبعا هذا واضح لأن هناك الغرب الذي يحرك أجنحته الخاصة به داخل المنظومة الجزائرية. هل هناك الغرب أم أنه بالعكس أنه هناك الغرب، أم أنه أيضا هناك شعور بأنه موسكو يعني تجاوزت أحيانا الخطوط حمر، مثلا في سواء في مالي، الغرب بالعكس الاتجاه العام في الصحافة الغربية أنه كان يدافع عن الملاكمة إيمان خليف بخلاف ترامب مثلا أو إيلون ماسك، بينما الهجوم الأكبر كان ومن حرك القضية أساسا هي روسيا من أجل قضية هامشية لتصفية الحسابات مع الغرب باسم الأخلاق، مع كل التحفظات المطروحة حتى على بوتين نفسه في مساره. يعني أنا لا أريد أن أكون حاميا لا لترامب ولا لي. الغرب
يأتي ويقف على مسافة أمطار ويراقب ويعطي التزبية لإسرائيل بقصف أبنائنا بغزة. الغرب الأطلسي القميء هو الذي أتى وخرب المسألة الليبية، هو الذي أشرف على ورشة تحطيم الدولة الليبية، الغرب الأطلسي وليست روسيا. أنا لا أدافع على روسيا، ولذلك كلاهما يجب أن نتعامل بدون عاطفة. طيب كيف حطم، تقصد إسقاط نظام القذافي؟ هذا ما قالته صحيفة الخبر مثلا، لكن في المفارقة ألم يكن هناك بكاء كبير في الجزائر على معمر القذافي الذي كان أيضا يريد تهديد الوحدة الترابية للجزائر، وهذا الموضوع المقدس في الجزائر. معمر القذافي كان يريد تحريك موضوع التوارق ولا يعترف بالحدود الجزائرية الليبية، ليس هذا موثق؟ أليس البكاء على القذافي كذلك بكاء ديكتاتوريات كانت تخشى مصيره وثورة الشعب عليها؟ أنا لا أبكي على القذافي، وهو ديكتاتوري وكان السبب في كل مسائل وأزمة الشعب الليبي. أنا أبكي على الشعب الليبي الذي أصبح بدون دولة فعليا، وكل المرتزقة وكل الدول تنهش من خيراته دون أي شرعية ودون أي حساب، والقذافي هو السبب في ذلك، وكان الذريعة لعلاقته البينية مع ساركوزي ومع شخصيات أخرى، لأنه هو كان المدخل إلى تحطيم ليبيا. المسألة أن الدولة الليبية الديمقراطية باتحادها مع الجزائر الديمقراطية بإطار مبادئ الإسلامية ومع المغرب الشقيق ومع كل الدول سنكون إمبراطورية حقيقية وسنفرض جودنا. وهو حتى في هذا الرابط التاريخي، في النهاية من كان ملك قبل انقلاب القذافي عليه؟ جزائري الأصل، ملك سنوسي، عائلة السنوسي دكتور أحمد، أليس كذلك؟ رابط تاريخي. ليبيا كانت معقل لي أيضا حجب التحرير الوطني مهم في ولعبت دورا في استقلال الجزائر. مؤتمر طرابلس مهم في تاريخ الثورة الجزائرية عقد في طرابلس. ولكن في النهاية في هذا المشهد في ليبيا مثلا، أليس الطغاة هم من ينتهون بجلب الغزاة من كل الأطراف؟ الروس، الأتراك جاءوا، الفرنسيون، الإماراتيون، القطريون لعبوا دورا في مقابل أسئلة فعلا حول دور دول المنطقة المغاربية والجزائر تحديدا، الجارة الكبيرة والمفروض التي لديها قوة عسكرية واقتصادية. نعم، هي للأسف أن فكرة المغرب العربي، الاتحاد المغاربي، من الأفكار الرائدة اللي يبنى عليها في انتعاش شعوب المنطقة ككل وانتعاش المنطقة ككل، لكن للأسف اصطدمت بالخلافات البينية بين الأنظمة الحاكمة. أنا قلت لك واحد من الأمور الأساسية في قيمة الدولة النظام السياسي القائم نفسه، فالأنظمة السياسية اللي موجودة عندنا كلها هشة، لم تصل إلى مرحلة، يعني حتى لما نتحدث عن الديمقراطية لا تحدث عن الديمقراطية بمنظورها الغربي، وإنما الديمقراطية من منطلق التداول السلمي للسلطة ومساعدة الإنسان في أن يكون المواطن، في أن يكون جزء من العملية السياسية تدريجيا حتى تنمو فكرة الديمقراطية عند الدولة متاعنا. هذه طبعا الأمر ناقص، والسبب في نقصه هم الأنظمة القائمة، لأن الأنظمة كلها تحاول أن تحافظ على وجودها وليس على وجود الدولة ووجود الوطن. ولهذا شفنا ما حدث مثلا في العراق، وما حدث في ليبيا، ما حدث في سوريا، ما حدث في اليمن، كل نتائج الحقيقة ليس فقط التدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي عادة يجد مبرر في التدخل في الدول الهشة التي تغيب فيها الأنظمة الوطنية. فحينما يغيب المفهوم الوطن عند السادة وعند القادة تنتهي الدولة ككل وتنهار، وهذا ما يحدث. الدولة المغربية يعني ممكن نذهب إلى أكبر من هكذا، يعني الدولة المغربية أنا دائما أقول عليها هناك تجانس عرقي، يعني هي طيب هناك تجانس عرقي، هناك تجانس ديني، هناك تجانس لغوي، فكل الأمور الحقيقة تسمح أن تكون هذه المنطقة واحدة. هو المفروض حتى من ناحية الاقتصادية ليبيا بلد غني، الجزائر بلد غني، نعم. المفروض رأس مال بشري موجود في هذه المنطقة، نتحدث عن أكثر من 100 مليون نسمة، أكثر من 100 مليون نسمة، 5 مليون كيلومتر مربع، يعني موقع استراتيجي، موقع استراتيجي من أفضل مواقع في العالم. المعادن اللي تنقص في الدولة هذه موجودة في الدولة الثانية، يعني موريتانيا من أكبر منتجي الحديد، المغرب 70% احتياط الفوسفات في العالم موجود فيها. فالتكامل الاقتصادي بين هذه الدول ممكن يجعل منها يعني وهناك يقال هناك حتى نكتة
بورقيبة عندما جمال عبد الناصر اقترح عليه أنه لماذا نعمل القومية العربية، طبعا جدل كبير الآن في المنطقة حول نقول الاتحاد المغاربي أو المغرب العربي، وبورقيبة قال له نحن لدينا الاتحاد المغاربي. فسأله جمال عبد الناصر كما يروى نكتة وحقيقة أنه الاتحاد المغاربي يقول، قال له حيث يبدأ أكل الكسكسي وحيث ينتهي. يعني من طنجة إلى سيوة إلى إلى حتى إلى مصر وليس حتى في ليبيا. نعم هذه المقولة قالها حتى واحد من قادة الأحزاب الليبية في عهد الملكي، فسألوه عن وين يبدأ المغرب، فقال لهم من أين تبدأ أكلة الكسكس. يعني أنا هذا البعد الثاني التاريخي للمنطقة المغربية، للأسف بعض الناس يختصروا في تاريخ المنطقة المغربية فقط من فتح العربي، لكن هو أجر من ذلك، وبعدين ساهمت في كل حضارات في البحر المتوسط. البحر المتوسط كان مهد كل حضارات البشرية، ولهذا التنافس والصراع والتداخل بين هذه الشعوب كبير جدا، تداخل كبير إلى درجة ربما بالشواهد الثقافية يقال أقدم رواية تاريخية في العالم هي كتب أبوليوس والذي ولد في الجزائر وترعرع في ليبيا. فهذا أبوليوس يعني كان صاحب أول أول عمل مسرحي مكتوب يعني. فيعني هذه الأمور، هذه الأمور كلها تشير بأن الدولة هذه المنطقة المغربية منطقة واحدة، وإنما تنقصها النظام السياسي الذي ممكن يحرك هذه الموارد البشرية والموارد والذي يبعد أي ربما تدخل، أو كان هناك توافق مغاربي أي تدخلات أجنبية. يعني مثلا أنت لما تشوف الخلاف بين الجزائر والمغرب يعني يصل لدرجة الإسفاف بصراحة. يعني أن منطقتين متجانسين بهذا الشكل حكمتهم دول باستمرار، احنا نعرف طبعا الجغرافيا تتغير باستمرار، النظام السياسي هو اللي يصنع الجغرافيا. يعني الدول اللي حكمت منطقة شمال أفريقيا سواء الموحدين المرابطين الأدارسة الرسوميين، ربما يمكن أن نرجع حتى إلى نوميديا، إلى مملكة نوميديا، إلى مملكة كل منطقة. يعني في هذه الأمور، هذه الأمور تؤدي تتأكد تماما بأن هناك قدر كبير جدا من التجانس في هذه المنطقة الذي يمكن أن يستغل لإثراء المنطقة بدل من أن تكون رمضان أوراق، بدل أن تكون بلد هجرة تصبح بلد استقبال، وبدلا تكون يعني عرضة لتجاذبات خارجية. رمضان أوراق نختم معك. طبعا أنا وافق الضيف، وهي فكرة مغاربية، ونحن من أبناء ملة واحدة ونتكلم بنفس المنطق. فعندما تكون هناك يعني توافق ونبني الدولة الوحيدة، يعني نعمل فيدرالية على الأقل في إطار دولة مستقلة فيدرالية بدفاع مشترك وبنقد مشترك، هنا الغرب أو الشرق أو الصين سيحسب ألف حساب حتى أن يتدخل أو يبدأ في نسج ما يعرف بالتسائس. ولننطلق لما لا، لتكون هذه الحصة بداية لهذا المشروع برلمان. يعني نحن أصبحنا برلمان في تونس في ليبيا زائد الرياض، نحن ننتظر ضيوف آخرين. أنا أنصح وأقترح عليكم عمل برلمان ضمن قناتكم، برلمان مغاربي من الخبراء ومن الصحفيين ومن الساسة، لما لا ننشر هذه الفكرة، والفكرة ستنمو في عقول من سيبني هذه الورشة. وأشكركم طبعا، ولا أريد أن أستغل الكلام، يعني فقط الأفكار واضحة صارت مطروحة على الطاولة. شكرا جزيلا لك رمضان أوراغ، مدير مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كياف. الشكر كذلك لدكتور أحمد معيوف الأكاديمي الليبي، كنت معنا هنا في الاستوديو. ونجدد الشكر للبشير جويني الباحث في العلاقات الدولية، كان معنا في تونس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، وإلى اللقاء.